مجموعة من الخطوات المهمة هنعملها مع بعض دلوقتي، وهي مهمة جدا. أول حاجة بالنسبة للخطوط الخارجية، الخطوط الخارجية باي ديفولت جاية بلس، وعادش عندنا في مصر بلس دلوقتي، فأنا عايز أحولها تون. لو أنا وأنا بعمل initial setting وبرجع السنترال على الديفولت، أو أنا بعمل initial setting بالبي سي والخطوط الخارجية متوصلة على السنترال، يعني لو كانت الخطوط الخارجية متوصلة هنا وأنا بعمل initial setting، اوتوماتيك السنترال هيديتكت ان هو الخط سواء بلس او تون. ما علينا، احنا بنشتغل من العده المميزه دلوقتي، والديفولت بتاع السنترال بيجي ان الخطوط دي بلس واحنا عايزين نحولها تون. هنفتح البرنامج زي ما اتفقنا، بروجرام نجمه مربع 1 2 3 4، فين بلس وتون؟ 4 0 1 سيرو لاين دايل مود 401 401، خطوة 401 بيكتب لي على الشاشة سيرو لاين دايل مود. بعمل نيكست، يكتب لي على الشاشة عايز السيرو لاين نمبر. بما ان انا عندي كل الخطوط عايز اعملها تون، فهختار نجمة فيفتح لي كل الخطوط، وطبعا الديفولت زي ما قلنا بالس مود. اروح اسلكت من الاوتو انسر ميوت لحد ما يجيني دي تي ام اف، اعمل ستور كويس. دي كده هعمل ان، وهرجع تاني لنفس الخطوه 401، هي سي اولاين دايل مود. بعمل نيكست فبيقول لي سي اولاين نمبر. لو انا دوست على السبيكر، انا طبعا دوست نجم عشان ابرمج كل الخطوط اللي على السنترال سواء اللي راكبه دلوقتي او اللي هتركب بعد كده، لكن انا ممكن اعملهم لاين باي لاين. لو انا دوست نيكست سبيكر يعني، فبيجي على خط 1، او سبيكر كمان هيجي على خط 2، سبيكر كمان هيجي على خط 3، سبيكر كمان يجي على خط 4 وهكذا. فدي اهم حاجة بالنسبة لي، اول حاجة اعملها ان انا اظبط الخطوط الخارجية تبقى على وضع التون، لانها بتيجي بداية على وضع البلط.